اسمعين يا رانية، اليوم هو ثاني يوم إلك هنا بهذا الشغل، ولهذا لازم تستعجلين وتوفرين طلبات كل الزبائن. اي طبعا طبعا، اكيد انا شي قاعده اسوي، اي شخص قاعد يطلب مني طلب قاعد انفذه على السريع حتى اصلا ما تاخر. بس انت اكو زبون طلب دجاج، يلا استعجل ودي لهذا. دجاج؟ بس ما اصور اني ما كاتبه دجاج، انا كاتبه لحم. اوكي وهذا هي مرحبا عمو. وين الاكل مالتي؟ انا صار لي هواي انتظر هنا، وين الدجاج؟ دجاج بس انا كاتبه لحم، وشو شيء اغلط؟ هي شوف اسمعني عمو شويه وراح يكمل الدجاج، ارجوك انا خطأت وكتبت لحم. شنو؟ بس انا تاخرت هواي، يلا استعجلي. اوكي اوكي يلا استعجل على السريع. شو وقت راح يستوي الاكل؟ وبعد على النار اصر بقاله 5 دقائق. بس ولا انا خايفه، معقول هذا صاحب المطعم راح يطردني؟ واحتمال اني قاعده اقصر بشغلي. بس يلا اوكي، انا ما قاعده اعرف الشغل زين، بعض المرات اخطا. بس يلا اوكي ماكو مشكله، اصبر بقى شوي وراح يستوي الاكل. يلا خل انتظر. يس كملت الدجاجه، لازم استعجل على السريع. بس ولو صار كل شوي قاعد ينتظرني. هي عمو هذا طلبك هسه كمل. شنو؟ بس انت تاخرتي هوايه، انا اصلا راح اشتكي عليك، انت لازم يطردوك من هذا الشغل. ارجوك ارجوك عمو، هي شوف اسمعني، انا جيت بهذا الشغل، ارجوك سامحني، اذا جيت مره ثانيه راح اجيب لك الاكل على السريع. اوكي اوكي يلا روحي ابتعدي منا. اوكي اوكي سبب شنو بقى عندي؟ هاي اسمعني، انا كملت شغلي وطيت هذا الدجاج وهسه كمل الشغل. بس يا رانية جوي زبائن جدد، روح شوفي ايش راح يطلبون. شنو جوي زبائن جدد؟ بس انا ما شفتهم. اوكي خل اشوف. شنو؟ ولا الزبائن الجدد؟ لا مستحيل، هذا جيجي واصدقائي. لا لا مستحيل، شو راح اقدم لهم الاكل؟ بس يقول رانية انت قاعد تشتغلين عامله هنا، حتى راح يضحكون عليهم، متاكده انهم اصلا كلش اغنياء. لا لا انا احسن شيء اصلا ما راح لهم، راح اخبر المدير انه انا ما اقدر اقدم لهم اي شيء. هي اسمعني يا مدير، ارجوك سامحني، انا ما اقدر اروح ولا اقدر اقدم لهم اي طلب. شنو رانية؟ اسمعي انت شغلك انك تقدمين اكل للعالم، يلا استعجلي وروحوا شوفي ايش يريدون. بس ارجوك دول اصدقائي اغنياء، وقت اذا شافوني راح يضحكون علي. ارجوك ارجوك اذا تقدر انت بمكاني بس هالمره ارجوك. اسمعيني اذا ما رحتي وقدمتي لهم انا راح اطردك من هذا الشغل. انطرد؟ بس اذا انطرد انا ما راح يصير عندي دايموند. اوكي انا مجبوره، بس ولو انا خايفه اكيد هسه راح يضحكون علي ويقولون راني قاعد تشتغل هنا. بس يلا اوكي خل اروح. هاي مرحبا، انت شو طلبكم؟ شنو؟ هيا اصدقاء، هاي رانية هنا. صحيح رانية، انت ايش قاعد تسوين هنا؟ معقول انت قاعد تشتغلين بهذا المكان؟ انا قاعد اشتغل لان انا محتاج دايموند. شنو؟ لعد انت دائما بالمدرسة تخبرينه انه انت غنية وعندك دايموند، طلعت رانية تكذب علينا. انا ما كذب، اصلا مو كذابة، انا خبرتكم عندي دايموند بس ما عندي دايموند هواية، ولهذا احتاجت هذا الشغل وجيت اشتغل هنا. هي اسمعي هسه المهم انت هنا شغلك ان تشوفين احنا ايش راح نطلب اكل. ولهذا هي اسمعي سجلي الريد دجاج، يلا استعجل جيبي الدجاج. اوكي اوكي خل اسجل دجاج. اوكي خل اروح على السريع هسه ما راح اتاخر. هي انتظري انتظري، انا غيرت رايي، انا ما عاجبني الدجاج، شو تقول اصدقاء اذا طلبنا لحم؟ اللحم اي صحيح اللحم كلش طيب، اريد لحم. يلا يلا استعجلي على السريع. اوكي اوكي بعد راح امسح هذه واكتب لحم. اللحم يلا خل استعجل. هي انتظري انتظري، انا هم غيرت رايي من جديد. شنو؟ شوف اسمعني، ليش انت ايش قاعد تسوي؟ انت قاعد تستهزئ بشغلي وقاعد تضوجني. بس ارجوك لا تسوي شيء، اذا تريد شوف شنو تريده واطلبه. هي اسمعيني، انت وظيفتك انه تجين انه تشوفين احنا شو نريد، هو هذا شغلك، واذا ما سويت هذا الشيء اكيد راح اشتكي عليك. اوكي اوكي بس انت شو تريد وشو تحتاجون؟ هي اسمعي، انا عاجبني جيبي لنا كيك. انا عاجبني كيك. اي صحيح كيك طيب، اريد كيك. اوكي اوكي وهم راح امسح هذا الطلب وراح اكتب الطلب من جديد. المره راح اكتب كيك، معقول هم راح يصحني مره ثالثه؟ اوكي خل استعجل. يمزي ما صحني لحد. يلا اوكي احسن شيء ناخذ لهذه الكيكه، اصور هالكيكه كلش طيبه واكيد راح تعجبهم، احسن شيء نقدمه لهم اياه بس لازم ما اتاخر. يلا خل اركض.
يس هاد قربت. هاي اسمعوا هسه هاي الكيكة مالتكم وتقدرون تاكلوها. اي بس انتي تأخرتي هواية. بس شنو هاي شكل الكيك مبين عليها مقرفة. شكل الكيك بالعكس هذا كريم بالعكس هاي الكيك كلش لذيذة. هذه أطيب كيك عندنا. اوكي خلي اجربها واشوف. شنو هذا الشيء ما طيب اصلا. من مسوي هاي الكيكة؟ أنا متأكد هاي أنتي مسويتها ولهذا ما طيبة. شنو أصلا أنا برحة صنعتها وهذا الكيك كلش لذيذة صدقني هاي أطيب كيكة عندنا موجودة. هي اسمعيني أنا متأكد رح تردوش من هذا المكان لأن أنتي ما تعرفين تسوين أكل حتى تأخرتي علينا. تأخرت أصلا أنا ما تأخرت أنا بس عجبت الكيكة. يا أصدقاء رانيا صديقتنا أنتوا ليش هيك تسوون؟ هي اسمعني أنت أصلا لا تحكي أبد لأن إذا حكيت رح أطردك من هاي المجموعة حتى بعد ما تمشي ويانا. اوكي يلا اسمعي هاي الكيكه مريده يلا اخذيها اصلا ما طيبه. ايش راح اسوي يعني شنو قصدك اجيب لكم كيكه ثانيه؟ ايه طبعا يلا اخذي هاي الكيكه مستحيل احنا ناكلها. اوكي ما يخالف يلا خل اخذها على السريع وراح اجيب لكم كيكه ثانيه. بس ايش قاعد يصير؟ متاكده هذا كل الشرير هو يضوج مني حتى يكرهني. هي بس انا مستحيل اسكت انا لازم اشتكي عليها. هي اسمعني انت تشوف هاي البنيه تشتغل عندك رانيا اصلا ما تعرف تعطينا اكل حتى الاكل جابت انها ما طيب. شنو هي لا انت قاعد تكذب اصلا الاكل كلش طيب متاكده. هي انا متاكد ما طيب. شنو انت ليش قاعد تعاندين؟ ثاني شيء انت الكيك ما تعرفين تسوي كيك. انا انصحك انه تطرده لان اذا ظلت تشتغل بهذا المكان اكيد كل الزبائن راح يروحون وبعد ما حد ما راح يجي هنا. شنو رانيا ليش هيك الناس يشكون عليك؟ احسن حل انه بعد ما تشتغلين وياه يلا روح انت مطروده. شنو هي ارجوك اسمعني انا شو راح اقدر اعيش؟ تعرف انه انا عندي اجار حتى لازم اشتري اكل الي وانا حتى اكل ما بقى عندي البيت. ارجوك هي مستحيل انت الناس قاعد يشكون منك يقولون ان اكلك ما طيب يلا ابتعدي واخرجي من هذا المحل. بس انت حتى ما جربت الاكل اذا تريد تاكد بنفسك ارجوك. هي قاعد اقول انت مطروده يلا روحي على السريع. اوكي بس انا ايش راح اشتغل؟ معقوله ما راح ابقى عندي اي شيء ولا اقدر احصل على دايموند؟ انا كلش حزينه. هسه أنا فرحان لين شفت هذا صاحب المطعم طرد رانيا من الشغل. هيا أصدقاء هسه احنا كملنا هاي المهمة هنا. بس يا جيجي انت ليش سويت هذا الشيء؟ هاي رانيا صديقتنا وهي فقيرة ومحتاجة دايمون. هي اسمعني انت ليش قاعد تحكي اصلا؟ هذا اخير انذار لك اذا بعد تدخلت بالاشغال مالتي انا اكيد راح اطردك من المجموعه وبعد ما تبقى وياني. اي صحيح انت اصلا ما صرت تتدخل هو جيجي قرر يسوي هذا الشيء فماكو مشكله. اي طبعا انا قائد هاي المجموعه. وهسه شو راح احصل على دايموند؟ انا هسه حتى الاجر ما اقدر ادفعه لان اصلا حتى الشغل انطردت مني انا كلش حزينه. هي اسمعي يا رانيا انا اعرف انت حزينه بس ارجوك سامحيني بصراحه انا ما اقدر اسوي شيء لان هذا جيجي انت تعرفي هذا كلش شرير وما اعرف شو راح يسوي بي. بس اسمعني يا ميجي انا انطردت من الشغل تعرف اني انا ما اقدر اشتغل شغل ثاني لاني بقريش قد بحثت ما حثرت على اي شغل وهذا الشيء كله صعب هنا. بس اسمع يا رانيا انا راح اساعدك وراح انطيك هذا الدايموند بس ارجوك سامحيني رانيا. شو تطري هذا الدايموند؟ واو انا كلش اشكرك ميجي لان انت ساعدتني. يا رانيا بس لا تخبرين جيجي انه انا ساعدتك بس لازم اروح قبل ما يشوفني يلا خلي اروح. اوكي واخيرا هسه صار عندي 10 دايموند الصور راح تكفيني الى انا اعثر على شغل. بس معقول راح اثرنا بالقريه على شغل وحتى ما اعرف بس يلا كان مستحيل استسلم لازم ابقى ابحث يلا خل اروح. وهسه ايش قد بحثت بس ما عثرت على اي شغل اي شخص اساله يقول ما احتاج عمل وياي وانا قاعد اشتغل وحدي. بس ايش قاعد اشوف؟ اوكي صحيح هذا محل العاب احتمال يحتاج احد يساعد بالمحل يلا خل ادخل. مرحبا عمو. اهلا رانيا مرحبا. هاي عمو اسمعني انا محتاجه شغل تعرف انه انا كلش فقيره ومحتاجه دايموند ولهذا بحث عن شغل يعني تحتاج احد يساعدك انه انقل وياك العاب او اشي العاب او انظف حتى المحل. هي اسمعي يا رانيا بصراحه انا ما اربح هواية دايموند وما احتاج احد يشتغل وياي بس اذا انت محتاجه شغل انا سمعت اكو يشتغلون تحت الارض بمنجم يعني تجمعين صخور وينطون قليل دايموند بس هذا الشغل راح يفيدك. منجم اشتغل بهذا المكان
بس وكان ايش قد بحثت؟ ما عثرت على اي شيء؟ هي عم اسمعني ما يخالف، انا راح اشتغل بهذا الشغل، ماكو مشكله، بس تعرف الموقع؟ اي طبعا هسه راح انطيك العنوان، ولازم تستعجلين لان هم طالبين عمال. اوكي اوكي كل زين، لحد يلا عمو اكتب لي العنوان على السريع. راح ابقى انا انتظر. ايوه اخيرا، اذا اشتغلت بهذا المنجم راح يصير عندي دايموند، احسن ما ابقى قاعده بالبيت واحتاج اكل واحتاج دايموند وما اقدر احصل عليهم. بس اوكي، هذا يمكن كم كتبت الموقع، يلا خل اروح. هي اسمع يا اصدقاء، اليوم انا راقبت رانيا وشفتها قاعد تبحث عن شغل. مو بس هذا، انا راقبتها وعرفت بيتها وين صاير، طلع بيتها من الديرت وطلعت ان هي كلش فقيره. صحيح جيجي، انا يوم قاعد اشوف بيتها من الديرت، بس هي ليش كانت تقول انه انا عندي دايموند؟ معقول كانت تكذب علينا؟ اي طبعا قاعد تكذب علينا، بس انتم تعرفون انا سويت لها مفاجاه بالبيت مالتي، هسه من راح ترجع راح تتفاجئ وتنصدم. اي بس جيجي اسمعني، بس اخف، احنا هذا قاعد نسوي هذا غلط. هي هي ماكو اي شيء غلط هنا، اصلا بالعكس هذا الشيء كلش مضحك. يس انا رجعت من الشغل، سجلوا اسمي وقالوا رانيا انت لازم باش تجي من الصبح حتى تداومين بهذا الشغل، بس راح يحطون اثنين دايموند. اوكي احسن ما ابقى بالبيت، على الاقل راح اقدر يصير عندي دايموند واقدر اشتري كل شيء. يلا اوكي ساني كلش نحسانه ولازم ارجع البيت حتى انام. شنو؟ مستحيل كربر، بس شلون جاب الكربر هنا؟ حتى خربوا هاي اللوحه وكسروها، بس شلون قدر الكربر يدخل هنا؟ شلون صار هالشيء؟ يا اصدقاء شفت اللي صار؟ شنو؟ جيجي معقول يكون جيجي هو السبب؟ هي اسمعني جيجي، معقول انت اللي سويت هذا الشيء وانت خليت الكربر ببيتي؟ يلا قول اعترف. هي 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 اي كربر، انا ما قاعد افتهم، بس شنو اكو كربر بالبيت مالتك؟ واو هاي طلع الكربر يروح بس على الفقراء. شنو؟ ولا مستحيل انت كل الشرير؟ لا لا احسن شي نرجع لبيتي حتى راح اقفل الباب. انا كلش حزينه، ليش هيك هذا جيجي الشرير قاعد يسوي هاي؟ بس يلا اوكي انا احتمال حتى بعد ما ابقى بهذا المكان ولازم انتقل مكان ثاني، بس ولو انا الدايموند اللي عندي قليل لان بقيه البيوت كلها غاليه، بس هذا البيت رخيص، بس ولو ساني كلش نحسانه لازم ما اتاخر حتى باكر من الصبح للشغل مالتي. يلا خل انام. يلا استنى خل استعجل، بس معقول تكون تاخرت؟ الصور لا، يلا اوكي هسه خل استعجل حتى اوصل على السريع. صحيح اصلا هذا المسؤول على الشغل. هي مرحبا. اهلا اهلا. هي انا جيت لان بحس جيت اسمي يمكم حتى اشتغل وياكم واكسر بالصخور. هاني عرفت انت رانيا مو صحيح؟ اي طبعا طبعا انا رانيا. اوكي انت تاخرتي رانيا، يلا اخذي هذا البيكاكس واستعجلي تعاي حتى اشوفك الشغل. بس وين تحت الارض؟ هنا مو تحت الارض مو صحيح؟ طبعا رح نشتغل تحت الارض، احنا كل شغلنا ان نجمع صخور ونجمع فحم وايرون، لازم تستعجلي وتجي منه. شنو امشي على هذا؟ بس هذا كلش خطر، شو راح اقدر امشي عليه؟ هي لا تخافين، احنا يوميا نجي من هذا الطريق، يلا استعجلي. اوكي اوكي يعني اقل خطا اني راح اتدمج. اوكي اوكي امشي امشي امشي. يس انا وصلت. اوكي بس انا ما راح اشتغل. اسمعي هسه تعي قاعد تشوفين ذول العمال كلهم قاعد يشتغلون هنا، مهمتنا ان نجمع هذا الصخور والفحم، بس لازم تعرفين انه هذا شغلنا خطر، يعني بعض المرات تسقط علينا صخور ولهذا لازم تكونين حذره. اوكي اوكي انت تهتم، راح احاول اشتغل واجمع فحم حتى راح اجمع صخور كل شويه. اوكي صحيح هنا اكو فحم، اوكي راح اشتغل هنا واجمع وتشوف بعد ايش يطلع لي، كل ما جمعت اكثر كل ما حطوني دايموند اكثر. لحد يلا اوكي انت اللي تهتم انا راح اشتغل. وهساني كسرت هذه الجهه، بس ما عثرت على اي فحم، لا عثرت بس على اثنين، بس معقول راح يوافقون بهذا الشيء؟ احسن شيء نسال هذا العامل هنا اشوف شلون قاعد يجمع فحم. هي اسمعني انا عثرت على فحم قليل. هي اسمعي هنا ماكو فحم قليل، لازم تروحين تبحثين مكان جديد، اكيد راح تبحثين او تعثرين. اعثر على الفحم، بس وين راح اعثر؟ معقوله بهذا الطريق؟ بس اوكي صحيح هنا اكو فحم، بس وين راح اقدر انزل؟ اوكي اصلا راح اقفز عن طريق الماء وبعدها راح اقدر انزل. صحيح هذا الفحم كل زيادة راح يفيدني. بس شنو هنا اكو فحم؟ واو الصور كل ما نزلت تحت الارض كل ما راح اجمع فحم اكثر واكثر. صحيح هسه عندي فحم هوايه، بس يلا اوكي احسن شيء ننزل هذا المكان
بس ولو هذا المكان خطر شنو؟ عثرت على الريدستون. هذاك وش راح يفيدني؟ يلا اوكي هسه راح انزل هنا وابدي اكسره. اوكي جمعت هنا 3 4 4 اوكي بعد هنا مجمعت كل زين، جمعت هو شلط راح تفيدني. اوكي بعد هذه هم راح اجمعها، انا كلش فرحانة. اصل هنا تحت الارض اكو شغلات كلش راح تفيدني. بس شو الصوت؟ اكو صوت كلش غريب ما اعرف شنو. لا هي اركض اركض. يستعجلوا، طلعوا كل العمال وبعدهم. شنو العمال؟ هنا كلهم موجودين. بس هاي شنو؟ هاي كل الصخور ساقلت علينا. بس همزي احنا ما بينا اي شيء، بس بقى احد بالكيف وكله هربت. هاي خل اشوف اكو احد ناقص او لا. هاي البنت الجديده اللي اسمها رانيا. البنت الجديده بس وين راحت؟ هاي من احد اكو احد بيكم شافه؟ هاي اسمعني يا مسؤول، انا شفته دخلت الى كيف تحت الارض وراحت تبحث عن الفحم. شنو؟ تبحث عن الفحم؟ أكيد هسه ما قدرت تنجو، لأن تعرفون هاي الصخور اللي سقطت كل شوية، وإحنا قدرنا نهرب. بس معقولة هي بقت محبوسة بين الصخور؟ زين إحنا شو راح نسوي؟ إي أنا ما أعرف، بصراحة هذا المكان خطر وما نقدر نرجع ندخل من جديد. وشنو هذا الدخان هنا صار؟ حتى أنا كل شيء ما قاعد أشوف. بس أوكي قدرت أكسر كل هاي البلوكات، بس حتى ما أعرف أنا وين، أنا كل شيء اختنقت. هاي ساعدوني ساعدوني. اوكي بس انا وين؟ حتى كل شيء ما قاعد اشوف. اوكي لازم احاول اكسر هذه الجهه، بك احسن لي على الطريق. اوكي خلي اكسر هنا، يلا انكسر. شنو انا وين صرت؟ وين مكاني اصلا؟ شنو معقول انا ابتعدت؟ اوكي ما اعرف ايش قاعد يصير. احسن شنو اشوف لي مكان للخروج، بس ما راح اقدر اخرج. شنو لا اكو لافا؟ لا 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 هذا الماي حتى قاعد يدفعني للافا. راح استخدم هاي البلوكات هنا، بس بعدها معقول راح اثر على طريق؟ انا كلش خايفة. هاي ارجوكم اذا تسمعون ساعدوني ساعدوني ارجوكم. شنو حتى مو كحد يجاوبني؟ اتصور انا ابتعدت احتمال صرت تحت الارض كل شوية. بس يلا اوكي امزي عندي هذا البيكاكس وياي، لازم اكسر هاي البلوكات حتى بعد اسوي لي طريق. اوكي هنا البلوكات موجودة، احسب طريق عبر اللافا حتى بقى اعثر لي على طريق للخروج. اوكي داخل بلوكات وهنا بلوكات. شنو الطريق مسدود؟ معقول راح ابقى هنا محبوسه واحتمال حتى ما راح اقدر اعيش؟ لا راح ابقى حتى بدون اكل وما حد ما راح يساعدني. بس يلا اوكي لازم استخدم هاي البلوكات اكسرها، لازم اكسرها على السريع ورد اشوف راح اقدر اوصل، بكره راح يصير عندي طريق. يلا خلي اكسر. اوه هساني قاعد اكسر، بس كل اللي قاعد يصير قدامي قاعد يصير بس بلوكات. بس ها اتصور انه انا صرت تحت الارض، صرت بباطن الارض. احسن شنو اصعد لي فوق واكسر هاي البلوكات، بكره راح اثر لي علي خضار على شيء، واحتمال اذا صعدت لي فوق احتمال راح اقدر اخرج بسهوله. اوكي بس راح اسوي؟ اوكي راح استخدم هاي البلوكات حتى اقدر اصعد وارجع اكسر. يلا كسر كسر كسر. شنو المسافه صارت بعيده؟ اوكي راح ارجع استخدم هاي البلوكات هنا. اوكي بس وصلت هنا وبش وقت راح يخلص هذا الطريق؟ معقوله ما راح يخلص؟ هي ساعدوني. شنو اوكي الصور انا راح اقدر اخرج حتى بعد ما اعرف حسن شو نشوف؟ شنو لا لا مستحيل انا كنت قاعد احلم. شنو هذا المكان؟ هنا كنز من الدايموند، حتى ما قاعد اصدق. ها احتمال انا قاعد احلم. شو راني؟ لا لا مستحيل ما يكون حلم، لا مستحيل كل هذا مو حلم، هذا حقيقة. واو لا ايش راح اسوي؟ اوكي احسن شيء انك سكوا هاي بلوكات الدايموند حتى اجمع هذا الدايموند. بس ها معقولة بعدها راح اقدر اخرج؟ اوكي بالبداية راح اجمع كل هذا الدايموند وبعدها راح احاول اسوي طريق لاعلى، ليكون مصعد اعلى اكيد راح اوصل يعني فوق الارض، احسن ما ابقى تحت الارض هذا الشيء كلش خطر. لحد كله اوكي بقدر راح اجمع كل البلوكات ولازم اجمع كل الدايموند. يلا خل اجمع. اوه هسه قد اكسر حتى كلش تعبت، بس حلش قصر عندي دايموند، حتى خليت بجيوبه هواي دايموند. بس اما سرق بهذا المكان لازم ابقى احفر حتى اقدر اصعد لي فوق. بس اوكي اقدر اكسر هذه صحيح، احسن شنو خلينا بلوكات الي. اوكي
اوكي لا غلط، هذا سويتي راح اخلي هنا بلوكي وهنا بلوكي، وراح ابدي اصعد وبعد ابدي اكسر هاي البلوكه اللي فوقاي، وكل ما اصعد اصور كل ما راح اقدر اخرج من هذا المكان. بس لو كان يسرب قيتشي لازم استعجل على السريع، يلا خل اشتغل. حساني كلش تعبانه، حتى ما اقدر بعد اكسر، بس معقول راح اقدر اخرج واحتمال راح ابقى هنا محبوسه. بس يلا اوكي انا كسرت كلش هواي. شنو؟ لا ما جاي اصدق، معقول انا وصلت للسطح؟ اوكي خل استخدم هاي البلوكات، اوكي بعد هاي البلوكات مره ثانيه خل استخدمها. شو خل اشوفوني وين؟ شنو؟ واني قريبه على البحر. اوكي اوكي وصل هذه الغابه هنا، واخيرا انا قدرت اخرج. يلا اوكي لازم استعجل واروح لقريتي على السريع، يلا خلنا نركض. هيا بنتي انت جيتي تشوفين البيت مو صحيح؟ اي طبعا اذا البيت عجبني انا راح اقدر اشتري، لاصلا عندي داموند هواي. اوكي بس لازم تعرفين انه هذا البيت حلو اسطوري وسعره 64 دايموند. يلا اوكي ماكو مشكله، اصلا عندي داموند هواي. اوكي خل اشوف البيت، واو كلش حلو حتى بطابق ثاني. اصلا كلش راح يفيدني، وببالكون. واو هي اسمعني انا راح اشتري منك وراح اعطيك 64 دايموند، هاي تفضل. اوكي اوكي هذا البيت صار مالتك. واو اصلا كلش فرحانه، معقوله راح يصير عندي بيت من الدايموند؟ واو تو عندي بيت من الديرت، حتى الديرت كلش مقرف. بس هسه ايش راح اسوي؟ اوكي انا عندي دايموند هوايه، بس هذا الدايموند ما راح يخلص. اوكي احسن شيء اني اشتري لي مطعم واشتغل بهذا المطعم، حتى راح اجيب شقد عمال يشتغلون ويساعدوني. بعد يلا اوكي ببدا لازم اشوف لي مطعم اسطوري حتى اقدر اشتري، يلا خل اروح. ايه واخيرا انا قدرت اشتري هذا المطعم، حتى صاروا عندي هنا عمال راح يشتغلون ويصنعون اطيب الاكلات. بس يلا اوكي بس اكيد بعد شويه راح يجون زبائن كلش هوايه. هاي منو؟ هاي انت بعدك عايشه؟ بعدني عايشه، طبعا انا عايشه موجوده، نعم تفضل. شنو انت كم روح عندك؟ انا سمعت انه انت بالكيف، صار زلزال وقالوا الناس انه انت انقضى عليك. اي صحيح صحيح، بس انا قدرت انجو وما صار بي اي شيء. بس اوكي، انت ليش تشتغلين بهذا المطعم؟ انا هذا مطعمي المفضل. ثاني شيء شوف اسمعي، انت اصلا ما تعرفين تسوين اكل، احسن حل انه اخبر عليك انه اكلك ما طيب حتى يطردوك منا. يطردوني؟ اسمعي يا حراس، يلا اطردوا هاي البنت على السريع، ما اريدها بعدنا، يلا اطردوها. اسمعوا انتوا تقدرون تطردوني او لا؟ يا رانيا بصراحه انت مديرتنا، احنا ما نقدر نسوي هذا الشيء. اي لا شوف اسمعوني، اردكم تطردون هذا الولد المشاكس اللي يقول انه اني غني واحب هذا المطعم، هي اخذوه وردوا من هذا المطعم على السريع. اوكي هسه راح نطرده. هيا يلا تعال انت يا ولد، هيا اتركني اتركني اتركني، يلا يا سياسي ترانية راح اخذه وبعده بعيد عن المطعم. يلا اوكي باي باي جيجي باي باي. هيا اتركني اتركني.